المبادرات الخلاقة مجالات ومساحات كثيرة. بحلقة لمسات لليوم للروائح والعطور روابط قوية بالشخصية بإيديو بارفومر. لما بنشم هالريحة في شي بذاكرتنا بيطلع. ماينس وان مساحة للإبداع والتواصل تجمع الفنانين اللبنانيين مختلفين. Everything is minus one. طريقة مميزة للحصول على عسل طبيعي ومتنوع بيتبعها أصحاب لاتوليا دوميل. بتفوتي بتلاحظي إنه في عنا تقريباً 30 نوع عسل بالمحل يعني. فكرة جديدة وسباقة بمجال الجرافيتي بمتجر بيرنرز. كيف يطور حاله هو تيصير مثله. لمسات بيجمع حواس مختلفة من النظر، الشم والتذوق بحلقة واحدة. تابعونا. ذهب الطبيعة أو العسل مادة إلى طعم حلو وفوائد غذائية كبيرة. رحلة بلشوها مارك أنطوان ورالف أبو نصيف مع ربيع طرابلسي من 5 سنين لاكتشاف تنوع وطعم جديد ومميز للعسل. فهن بينقلوا أفير النحل من مكان لآخر للحصول على أكبر تنوع ممكن بالطعم. بعد افتتاح محلهم لاتوليا جميال بالتباريس منزورهم لندوق ونتعرف على ماركة بيتأنى أصحابها بالاعتناء فيها. نحن كلنا نشتغل يعني بمكتب بين 4 حيطان يعني، وكان عبالنا نظهر لبرا شوي. فبتذكر مره كان في حدا من اصحابي عم يحكي قدامنا انه هو صغير كان جده عنده أفير نحل وعم بيخبرنا هيك. فحكينا بالموضوع سوا انه كانت انترستينج. ليش؟ لانه بيعطيك مش بس انه كهوبي تروحي تمشي بالطبيعه، اكثر في عندك شيء تعمليه فيها. نحن اول شيء قرينا كثير وعملنا كثير ريسيرش وسالنا كثير عالم، وصرنا نروح مع عالم على السايتس تبعهم، وبعدين قررنا دغري نشتري 90 افير وحطيناهم بمحل معين وصرنا نهتم فيهم. دغري فرد مره فكرنا فيها كانه نخلق براند. وشغلة السبيسيال اللي قيناها انه بلبنان في عنا تقريبا زهر كل السنه فينا نستفيد منه على مدار السنه يعني. فبلشنا نجرب ننقل النحل من منطقه لمنطقه تنلحق الزهر. قبل ما نبلش ندوق بس خلينا نحكي شوي عن انواع العسل اللي عندكم. اول شيء نحن عنا إذا بدي كل أول صف هو العسل اللي بنعمله نحن، نعمله بلبنان، نعمله بكذا منطقة، وفي عنا كمان عسل من برات لبنان. العسل اللي من برات لبنان 90% منهم من نحل واحد من فرنسا، مثل بارتنرشيب في بيننا وبينه، بنجيب منه عسل لأنه سيستمه مثل سيستمنا، يعني بينقل نحلاته كل الوقت. العسل مقسوم قسمين كبار، اوكي؟ في عندك عسل المن اللي ما بيجي من الزهر، مثل السنديان والارز والسابان، هودي ما بيعملوا زهر، بس كيف بيعملوا؟ بس بيطلع منهم عسل. بيجي بيسرون اسمه المن على ورق الشجر وبيفرز ماده حلوه على ورق، النحل بيجمع على هالماده وبيعمل منها عسل، هذا العسل بيجي غامق، ما بيجمد بالشتويه، بيبقى ليكيد، ايه، وبيجي حلاوته اقل من غيره. هيدا من كسروان، من غبالة، اوكي. هلا بتلاحظي اول شيء سميك، هيدا قليل الاميديتي تبعيته، كثير فيه بروتيين للناس اللي بيعملوا سبار وهيك، يعني هيدا اكثر شيء فوائده. هلا من ثاني ميله، اوكي، في عنا عسل الزهر. عسل الزهر مقسم كذا بارتي كمان، في عنا عسل الزهر اللي بيجي من زهر الشجر اللي بيعطوا فواكه، الشجر اللي ما بيعطوا فواكه مثل الكينا مثلا، مثل التيال الزيزفون وهيك، وفي عسل الاشياء مثل الاعشاب، مثل مثلا زعتر، مثل رومارين اكليل الجبل، مثل اللافونت سوفاج، هودي عسل بيجي من مثل اعشاب معينه عندهم زهرات، وفي الاشواك بيعطوا زهر، هيدي الاشواك كثير تيبيك من عنا من لبنان، لانه في عنا بالجبل بالشتويه في عنا نوعين زهر كثير مشهورين، كثير مشهورين اللي هن قرص عني والشنداب. القرص عني بيعطي بجويه، الشنداب بيقوت. رح بلش بعسل من شجره الاكدني، اوكي. هذا عسل بنعمله بالخريف،
كتير قليل وجوده والنحل ما بينتج منه كتير، بس هيدا عسل كتير سبيسيال. اوكي رح تلاحظي شوي اسمك، اي هيدا مش اسمك، هيدا ببلش سائل اكثر من هيداك، بس هيدا بيجمد بالشتويه. لا العسل، عسل الزهر اكتريته بتجمد بالشتويه، وهيدا فينومين طبيعي يعني مثلا. طيب هيدا كتير، اي كتير طيب. فيه طعم سبيسيال هيك مع امرتيم صغيره بالاخير وهيك. حبيت رح ذوقك الخروب هلا. كمان على طول عسل الزهر بارفيمي اكثر، بيعطي كثير طعمات بالتم. طب اوكي ما عشنا نقول كثير غريبه هاي الطعمه ما هيك. في مطارح بنحط النحل على فترة أطول، بمطرح واحد فيه كتير زهر فبيطلع دميال دميل فلير. فيكون فيهن من، فيكون فيهن عسل زهر يعني. اكزاكت موضوع قاعدة بيقولوا لهم ميال دي دومين. مثل هيدا مثلا، هيدا ببلش على الزعرور بس بيخلص على القرص عني. اوكي فرح تلاحظي، رح تلاحظي طعمته زعرور وقرص عني وحتى بيخطر له بالعسل. اوكي هذا كتير طيب مع الفواكه، كتير طيب مع الافوكا. واو اوكي بنعمل مربى بس بلا سكر، يعني 50% فواكه و50% عسل. اوكي وماشي تاني، يعني ما فيهم ولا بريزرفاتيف ولا حتى بيكتين تيجمدهم، ما فيهم شيء يعني. حلو. بس عسل وفواكه. اوكي بنعمل 5 انواع، بس هلا الابريكو خالص لانه خلص الموسم وما بقى في. نعمل مشمش، تين، فريز، فرامبواز وتوت. اوكي بليز بدي ذوق التوت 100%. توت اطيب شيء عندي، توت. هودي بيجوا كبوش كاملين. اوكي لا كثير طيب. خي واو كثير طيب. اي لاف ات. في فوايد بيتشارك فيها كل انواع العسل، وفي خصائص لكل عسل. العسل كله فيه فيتامين بي 5، وفيه فيتامين بي اللي هي كثير منيحه، فيه انتي اوكسيدان، فيه انزيم. هول انزيم شو بيعملوا؟ الانزيم بيساعدوا شغل الجسم من الديجستيون للفوا لكل هودي، وبيعلوا ميتابوليزم تبع الجسم. دونك الفرق بينه وبين السكر انه اول شيء كل العسل سي ان سكر سامبل، هين بينصرف دغري من الجسم، ما بده يكسره مثل السكر الاندستريال ويرجع بعدين تيستهلكه. لا العسل دغري بيصرفه. ثاني شيء كل عسل عنده خصائص معينه، مثل مثلا السندين كثير بيساعد الناس اللي عايزين انرجي. في اشياء ثانيه، مثلا اشياء بتساعد لواحد ينام للمناعة بأول شتوية، مثل عسل الأشواك كتير هيك. نحن يعني عم نحكي عن الزهرة اللي عم ياخدوا منها 100%، يعني لأنه هو العسل عسلي عم تعمله النحلة، بس هو حسب كل عشبة من وين عم تاخدها. عم نحكي 100%. عن من هي فوائد العشبة. Exactly. لوز وفستق حلبي جوا. ونحن بنعمل 3 برودوي ديليفي اكثر شيء، وواحد موسمي. بنعمل نوغا، بان دي بيس، وبونبون. اوكي الثلاثتهم بنعملهم افاز دوميال. ثلاثتهم بنعملهم بعسل. هيدا بنعمله بعسل ليمون النوغا، وبنعمل مارون غلاسي. والسبيسيال بالمارون غلاسي اللي بنعمله هو انه المارين على 6 ايام، بنحطه على 6 ايام بس كل يومين بعسل مختلف، فبيطلع كثير فرشمي وهيك. طيب سي بون. ليه بحس بعد رح تخترعوا كثير قصص؟ شوي شوي. كيف لحتى ركبتوا فكرة العسل مع فكرة الديزاين وكل الكونسبت بالمحل؟
اول شيء كانت يعني الكونسيبت تبع المحل هو حل عملي، لانه بدنا نسيع اكثر من 3 طن عسل بمحل ريلاتيفمون صغير، وبذات الوقت نعطي اهميه لكل نوع عسل. جربنا انه مثل اذا لاحظت كل نوع عسل عنده لون معين كبراندينج يعني، وما بنشوف غير هيدا اللون. وقتها بنحطهم كجروب سوا وبيطلع لنا مثل جروبس اوف كولرز، هن اللي بيعطوا اهميه كل نوع عسل. وبتفوتي بتلاحظي انه في عندنا تقريبا 30 نوع عسل بالمحل يعني. هو بيلفت نظر من انت وفايد انه شو هيدا المحل، وانه شو كل هولي والوان، وبتقول هالقد في انواع عسل يكون فرق بالالوان انه كتار. جربنا كمان نخبر قصة بالديزاين، اللون المبين أكتر شيء بيغير حسب الموسم. ليش؟ لأنه وقت نقصف مثلا المواسم الربيعية بيجوا الألوان على البوتيك، بعدين وقتها بيبلشوا يخفوا وقتها يجوا العالم يشتروا هيك، بيرجع بعدين بنقطف المواسم الصيفية اللي بيصيروا يجوا على أخضر، دون بيصير البوتيك أكتر كله أخضر، بيرجع بالخميس بالخريف سوري بيصير في ألوان أكتر خريفية، المحل بيتغير خلال السنة. حتى هول بالحديد كيف حاطين هول الكارويات او مزبوط شوي بشبهوه بخلية النحل 100%. لانه على طول يعني في الفكره انه نبعتيك لشوي ابعد من انه برودوي على رف وهيك، لا في عم بخبر قصه هالبرودوي، في وراء كثير اشياء يعني. مارك انت وراء كمان الديزاين، وانت وراء كل الديكور بالمحل بما انك انت اركيتكت. صحيح. اوكي حلو، يعني ما عم تجيبوا شيء من برا، كله انتم عم تحاولوا تقوموا منجرب شخصيا. نحن بنحب هيك الارتيزانال كرافتمانشيب وهيك، بنحب الديزاين يعني، بنحب انه لانه هودي بفرجوا انه الباسيون تبولك بالبرودوي تبولك يعني، منا بس انه 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 نعمل شيء حلو، لا نحط اون فالور البرودوي تبولنا والشغل اللي وراه يعني. أكيد. لازم تمرق. لا والله بتمرق، ما بقبل، نايمة هون أنا بدك تمرق. ايه بليز. عالم العطورات متنوع ولكل شخصية ذوقها وعطرها الخاص. بعد خبرة 10 سنين بمجال العطور بباريس، لودميلا بيطار بتنقل معها مفهوم جديد للسوق المحلية وهو العطور المركبة. إيديو بارفومور بيخلق عطور خاصة بتتناسب مع الشخصية من خلال بار أبارفان، وهو الأول من نوعه بالمنطقة، وبيقدم منتجات كثيرة من عالم العطور. هالعالم والفكرة السباقة بتخبرنا عنها أكثر لودميلا بيطار بهالتقرير. إيديو بارفومور مثل ما بيعبر الاسم، إيديو هو إيدال أولفاكتيف. فكرة المحل أنه بنرجع على تاريخ تركيب العطورات، وجربنا قد ما فينا بنستغل التراث اللبناني والتراث الفرنساوي اللي هو مشهور عالمياً بالعطورات. وراء فكرة البارا بارفان في كتير أشياء أنا عشتها بحياتي الشخصية أو شفتها، بلشت أفكر بروسيسوس مثل التركيب العطورات بالزمانات، لما الواحد كان بياخد شوي وقته ليركب للمدام أو للمسيو بارفان بيناسب شخصيته. قلت بدي ألاقي سيستام لنسهل العالم، أول شيء طريقة تعرفة شو الإيدنتيتي الأورفاكتيف تبعيتهم، وبنستعمل كلمات تبع كل يوم وبيفهموها. أول ستيب هي الكيستيونير، اشتغلنا أكثر من سنة بس على الكيستيونير. لما بيجي الشخص بيعمل الكيستيونير بيجاوب على 10 أسئلة، ما بياخدوا أكثر من 2 أو 3 دقائق، النتيجة بتطلع الفامي أولفاكتيف تبع الشخص. بعالم العطورات عندنا أكثر من 3000 إنجريدينت، بالإندستري تبع البرفيوم جمعوا الإنجريدينت بعيل، عنا عيل شرقية، عيل بتجمع كل شيء زهور، عيل بتجمع الفواكه، عيل بتجمع اللافندر والزعتر والمينت بنفس العيلة.
شو بيطلع هون كنتيجة العيلة اللي قريبة من شو الشخص بيحب كعطورات. وفي علاقة بين عائلة العطورات اللي بنروح لعندها وشخصيتنا وكيف بنعيش كل يوم، شو بدنا نبين من شخصيتنا، كيف بنلبس، كيف بناكل، أي رياضة بنعمل، شو فلومة بدنا نشوفهم، هيدا كله علاقة عنده علاقة بشخصيتنا وعنده علاقة بشخصيتنا بعالم العطورات. تاني ستيب سميناها السليف تيست. السليف تيست حسب نتائج تبع الكيستيونير بنقدم للشخص ديزاكور ورو ماتيريالز انجريديان حيطلعوا حسب النتائج بتركيب البارفان. مثل البارا بارفان لما بيركبوا الكوكتيل للشخص، نحن كمان حنعمل كستوميزاسيون تبع البارفان للشخص. بنخلط العطورات ليطلع بارفان بيناسب شخصية الشخص اللي اجا. بنحط اسمه على القنينة وبيفل بقنينة بارفان اشتغلنا عليها سوا ل 15 دقيقة. كل الكونسيبت برا هالمحل هو الكاونترز لي كونتوار او الاسواق القديمه. بالشقفه الاسواق اللي هي كانت مختصه بالعطورات كانوا بيجوا العالم ليعملوا تركيب عطورات، ليشتروا صابون، ليشتروا ادويه بدهم يستعملوها لتنظيف الثياب، لما بيكووا كانوا بيحطوا كمان زهر الليمون، لافندر، ورد والى اخره. وجربنا بالديزاين وبكل البرودكت الموجودين بنجدد بالفرنش تاتش هيدا هالنو هاو القديم. لمدة سنتين اشتغلت بلبنان وببارات لبنان بنلاقي ارتيزان كل واحد خبير ببرودكت عالميا لنشتغل معه على هالبرودكت. عنا شمع، كل شيء عنده علاقة بالشمع made in grass. ليه ميد ان غراس؟ لانه غراس هي مشهوره بتركيب الشمع مع العطورات. عندنا البرفيومز وعندنا كمان الصابون. الصابون اشتغلنا قد ما فينا مع اللبنانيه، لبنان مشهورين بالصابون التقليدي، ما عم بحكي على الصابون البلدي، بس الصابون اللي بزيت زيتون، شغل الايد، بياخذ وقت، شغل كثير دقيق لنوصل على نتيجه كانها حبه حلوه. شي بدنا ناكله ما بدنا نستعمله لنغسل جسمنا. مع الصابون احنا كثير فخورين بهالصابون، وفي كثير لبنانيين ما بيتصوروا قديه باوروبا بدهم هالصابون اللبناني، هالحبة الصغيرة لقلهم مثل ما اللبناني لما بيشتري ماركة بارفان أوروبية بيحط كثير مصاري بهالريحة، هيدا هو النو هاو اللبناني. وهالبرودكت يعني ما في أحسن منه، فيك تستعمليه على الاولاد، على الكبار، او بس بتشم الريحه بذكرك شيء. اذا بتشوفي كل الشمع الموجوده هون، كل مره عندنا انجريدينت عنده علاقه بمنطقه. مثلا جاسمين بيروت، كل اللي ساكنين ببيروت كلهم بيتذكروا ريحه الياسمين. لما بنشم هالريحه في شيء بذاكرتنا بيطلع، هالإيموشن هي السر تبع العطورات. بالأودولانج أو لينن واتر بالزمانات بجنوب فرنسا في نسوان كانوا بيسموهم للافاندير. للافاندير كانوا بينطفوا تياب وبعدين كانوا بيحطوا شوية زيت تبع اللافاند. بكل بلد كانوا بيستعملوا عطورات عندها علاقة بالمنطقة، بيستعملوا الزعتر، بيستعملوا الورد، الياسمين، لتطلع هالريحة الطيبة بالبيضات. وكان بدنا ورا هالبرودكت عنا شي سبع عطورات، رجعنا الار دو فيفر على فرانسيز وحتى الار دو فيفر بالبيوت اللبنانية القديمة. لما تركت باريس وجيت على لبنان، قبل ما نبلش البراند ايديو بارفومور انا اشتغلت كأولفاكتوري كونسلتنت. اليوم بتلاحظي انه لما بيفتح مطعم، مول، فندق جديد،
بيعطوا كثير اهميه للديزاين تبع المحل، للالوان. وشي 5 سنين 6 سنين لورا بلشوا يفهموا اهميه الروائح والعطورات. بلش شيء جديد اسمه الايدنتيتي الفاكتيف والديزاين الفاكتيف. يعني كل محل ما عنده بس شخصيه، عنده علاقه بالالوان، بس عنده علاقه بالعطورات. ليه؟ كل الدراسات بتبين انه اهم ذكرى عند الشخص هي ذكرى العطورات. بمحل اذا بيحطوا ريحه بتناسب المحل، بتناسب البضاعه الموجوده بهالمحل، الشخص اللي بيفوت بالمحل بيقعد بين 5 دقائق واربع ربع ساعة أكثر من محل بلا ريحة. أصلاً لما بنحكي عن تركيب العطورات بنحكي عن كرياسيون، ابتكار، مثل الفنان لما بيشتغل. كل العالم اللي بيشتغلوا بعالم العطورات بيسموهم دي بارفومور نويز، لأنه بيستعملوا منخارهم ليركبوا. في الكرياتيفيتي، في الايماجيناسيون، في الايموشن بيستعملون، مثل الفنان لما بيركبوا موسيقى او بيركبوا لوحه فنيه. بدنا لما الشخص بيفوت محل ليشم الريحه مثل الشخص اللي بيسمع غني بالراديو او صوره فنيه بارت جاليري او بمعرض. بدنا شيء احاسيس بيطلعوا منه. الجرافيتي عم يتطور بلبنان وياخذ مساحه اكبر على جدران الشوارع، لهيك قرر فريق لمسات الاضاءه على مختلف الاشكال اللي عم تاخذها. اليوم فكره جديده لفتتنا، بيرنرز، متجر جديد متخصص بمجال الجرافيتي. مكان واحد بيجمع كل الاغراض اللي ممكن يحتاجوها فناني الجرافيتي. بيقدم كمان عند الطلب تصاميم لفنانين متخصصين بهالمجال وورش عمل ودروس خصوصية بيقودها الفنان فاتو، وهو من أهم كتاب الجرافيتي على الساحة اليوم. نتعرف على المتجر مع صاحبه الجرافيك ديزاينر جورج ولقاء خاص مع الفنان فاتو. هذا المحل اصلا هو انفتح من ورا السين بلبنان يلي هي بعضها بدائيه، بعضها جديده، بعضها مبلشه. الجرافيتي بلبنان ما صار له كثير زمان، وهلا هدول اخر سنين، اخر سنتين ثلاثه بلشت عن جد يطلعوا كل هالعالم، بلشوا يعملوا جرافيتي، صارت ترندي، صارت العالم بتحبها. وتقرر انه يفتح المحل من ورا القله يلي عنا اياها بلبنان بمحلات الجرافيتي. في عنا بس محلين، وهو صراحة كفاية يعني محلين، بس الفرق بين يعني بين المحل اللي عنا اياه هون وهدوليك المحلين انه هيدا المحل سبيشاليزد للجرافيتي، يعني في عندك كل شيء فروم اي تو زي بيعوزه الجرافيتي رايتر. كانز، كابس، دي في ديز، ماجازينز، كلوذينج، اي سبورت ذيم باي بوتينج اب كانفاسز، في عندي ارت فور سيل، في عندي كورسز، في عندي بلاك بوكس. وبنفس الوقت البرودكتس كلها يعني بيجي لعندي الارتست بياخذ البضاعه وبضل رايح على الرسمه تبعيته او على الجوب تبعه او شو ما كان. اتس ا وان ستوب شوب. في عندنا شغله حلوه بالمحل اللي هي انه اذا في عالم عايزه ينعمل ببيتها او بالمطاعم تبعولها او شو ما كان ديكور جرافيتي، نحن بنقدم من عندنا اياها هذه الخدمه. بيقدروا يجوا لعندي او يبعثوا لي ايميل او يحكوا معي على التليفون، وانا بامن لهم ارتست يشتغلون حسب الستايل اللي مطلوب. مثلا افترض طلبوا مني ارابيسك، في عندي ارتست بيشتغلوا كاليغرافيتي، بيشتغلوا ارابيك ستايل. اذا طلبوا وايلد ستايل انجلش كمان في عندي ابستراكت، في عندي بورتريتس، في عندي عالم، يعني في عندي هدول الكونتاكتس كلهم من كل انحاء انواع الجرافيتي. بقدر امنهم على الطلب شو ما حدا عايز، واكيد كل بروجكت بيكون بينشغل 1-on-1 وسيكريسي تامه، يعني بيكون اكيد ما بينحكى فيه لحدا تاني. في عندنا بروجرام عملناه جديد اسمه ليرن تو بيرن. هذا البروجرام بيتعلموا فيه تلاميذ الجرافيتي، بيجوا لعالم لهون، نتعامل نحن مع ارتست، مع فنان جرافيتي مشهور كثير،
لبناني اسمه فاتو، بيجي لهون وبيتلاقى مع التلميذ وبيعطيه كورسز بتكون كتير اندبث، كتير مغمقه، بفسر له كيف بيتعمروا اللترز، بفسر كيف بنعمل color combinations، بيعطي الثيوري كله. كورسز هني عباره عن ثلاث مرات بقرروا هن الدوام اللي بدهم اياه، بيجوا بيحضروا كورس، بيجوا بروحوا ثلاث مرات ثيوري على الورق، ورابع مره بيروحوا على الحيط هن والفنان، بعلمهم كيف يستعملوا السبراي، بعلمهم كيف ما تشرشير، كيف يكون خطوطهم رفيعه ونظيفه، كل هدول التفاصيل يعني هو بيعرفون اخبر مني بكثير فيها. سمعت انه راح يعملكم ديمونستريشن فات 2، سو هدول البيسز الوابنز وهو بيعرف شو يعمل فيهم. اسمي فاتو، انا جرافيتي رايتر من لبنان، وجرافيتي رايتر لاني بكتب اسمي، ما بعمل نوع فن اسمه ستريت ارت، بعمل جرافيتي اللي هو كل شيء بيحكي عن اللترز وعن الاحرف، عن دراسه الخط، عن تايبوغرافي، وصار لي بعمل جرافيتي من سنه 2008. بالاصل انا انفلونسد من الالبوم كفرز تبع فرق الروك والمتل باول 2000، يعني بين 2000 و 2003 كان في البومز كثيره بتطلع كان فيها كثير انرجي حلوه، وبنفس الوقت بتطلع على الكفر تبعها بتلاقي اللوجو تبع الباند او الاسم تبعه معمول ستايلايزد بطريقه كتير بتدل على المحتوى تبع الالبوم، خصوصا لينكن بارك وميتيورا. الالبوم تبعهم كان كله جرافيتي من جوا، كله رسمات جرافيتي وتاجز وبوسترات واشياء تكستشرز مخزقه ومقطشه. فيك تكون جرافيتي رايتر وتكون كتير مشهور ومعروف ومن اكثر عالم مسموع فيك وبشوفوا اسمك، بس ما حدا بيعرف من انت فعلا. سو هيدي الخبريه حبيتها لانه حسيت حالي انه بالمجتمع صار لي محل مهم، صار في لي اهميه، صرت العالم بيحكوا فيه غير فتو. انا كشخص عادي ماني معروف وما عندي شيء سبيسيال بحياتي صغير. بال 2011 شخص اجى على لبنان اسمه امبر، امبر هو جزء من فريق اس دي اف يلي انا هلا صرت منه، اجى على لبنان وتعاملت معه وتعرفت عليه، رسمنا رسمه انا وياه، وقد ما كنا اتفقنا مع بعضنا بطريقه الرسم بطريقه التفكير عزمني فوت معه بالفريق، وكانت اول مره بفوت بفريق جرافيتي يعني ايفر، يعني كنت ولا مره فايت بجرافيتي، وكان هذا واحد من الاحلام يلي كنت بسعى لانه اجرب اوصل له. ووقت اجتني هذه الفرصه انه فوت بفريق مش لبناني حتى انترناشونال دغري من اول دفعه اول مره، اعطتني كتير بوش لقدام، وامبر هو الشخص يلي عن جد يلي اكثر شيء اعطاني الثقه بالنفس مشان كمل واوصل للي انا فيه يلي انا هو اليوم. اسست الكرو تبعي انا يلي هو اي سي كي، واول عالم فاتوا فيه هن فيش وافس، وهن هلا صاروا عالم كتير مهمين بالجرافيتي سين، واصلا فيش قبلي اقدم مني كمان، هو از ون اوف ماي ايدلز، هو واحد من العالم يلي بتمثل فيه انا، وهلا جزء من فريقي هو، سو هذا الشرف كتير كبير بالنسبه لي. سو بعدين فتت على ويب سايت جرافيتي عالمي، فيه كتير كتير عالم بيعملوا جرافيتي وبيعطوك نصايح على رسماتك، وبلشت حط رسماتي هونيك، وكنت متوقع انه يعطوني اجوبه حلوه، بس صراحه كانوا اغلبيتهم اهانات، لانه كنت انا فكر حالي شاطر بس فعلا مني شاطر. سو صار يعطوني نصايح وصرت اتحسن واتحسن واتحسن، وبالاخر هلا صرت اشتغل عندهم، صرت اشتغل بالويب سايت وصرت مسؤول عنه يعني، وانا اول واحد لبناني بيوصل لهالمرحله على مستوى عالمي على الانترنت. ومن بعدها صرت اتطور كجرافيتي ارتست، بلشت ارسم على الطرقات، بلشت روح انا ورفقاتي نعمل رسمات كبار، واغلبيتها كمان نعمل بومينج، يعني نحط كتير تاجز على الطرقات، نحط اسامينا بشكل متكرر 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 مشان نعمل امفاسايزنج على الفعل انه نحن موجودين وعم نرجع عم نعمل وكتير اكتف ونحن كتير فعالين. ومن ورا هذا الشيء، من ورا قد ما اشتغلت وقد ما سعيت على هذه الخبريه، عزموني على اكزيبيشنز كتار،
من بيناتهم الاوبن سمر جام بتولوز هذه السنه الماضيه. اجوا فنانين على لبنان كرمال معرض اسمه وايت وول، كنا نحن مشتركين فيه كمان لبنانيه واجانب، عم نعمل بالبيروت ارت سنتر، اشتغلنا كثير وعملنا معرض كبير، والشباب الاجانب يلي كانوا بلبنان شافوا رسماتي وعجبهم كثير شغلي وعزموني، قالوا لي انه روح على تولوز على فرنسا مشان ارسم مع المشاهير كلها تبع العالم كله. مش من كثير زمان كمان بكتشف انه في بنت من بولندا اجت على لبنان بال 2008 وشافت من اول رسمات لإني وكثير عجبتها، لدرجه انه ات انسبايرد هير انه تروح على بولندا ترجع على بلدها وتعمل اكزيبيشن كامله انسبايرد باي فات 2. هلا كنت عم فكر اذا بدكم بعمل لكم ديمونستريشن على الحيط للثروبس لانه سريعه، هلا عم بعمل اكسبيرمنتيشن، يعني عم بجرب الون لاينرز يلي هو كنايه عن رسمه كامله تنعمل بزيح واحد متكامل، وهيدا بيعتبروها من اصعب الاشياء. جولتنا ومنتوجه لنيويورك مع معرض لأهم فناني الجرافيتي الأمريكيين. الجرافيتي فن، وإذا كان الفن جريمة على الله أنه يخفر كل شيء. هالجملة ترافقت مع رسم لشخصية الرسوم المتحركة هاورد دوغ خلال الليل على حائط ملعب كرة اليد بجانب الشرقي من نيويورك. هالرسم يلي تم بال 1978 كان دافع أساسي لظاهرة الرسم على الجدران أو الجرافيتي يلي كانت تتم بطريقة غير شرعية على جدران الشوارع وبأنفاق المترو. واليوم بيتم إعادة خلق هالرسم بأحد أكبر المعارض عن فن الجرافيتي بمتحف مدينة نيويورك. وبأكد فنان الجرافيتي الأمريكي ليونار ماكجيرل الملقب بفوتورا على أهمية هالحدث. Specifically this show, I think it's very important. Obviously Martin's collection being exhibited here feels very important, not just for me personally, but collectively who we all were and you know, to explore our histories 30 years ago. أما يلي بيجعل من هالمعرض تحت اسم City as Canvas أو مدينة كاللوحة فريد من نوعه، فهو أنه بيركز على أعمال من المدينة تم جمعها على مدى سنوات من قبل الفنان مارتن وونغ يلي كان صديق ومرشد للعديد من فناني الجرافيتي. ومجموعة وونغ بتضم أكثر من 300 عمل تبرع فيها لمتحف مدينة نيويورك قبل وفاته عام 1999. وكان فن الرسم على الجدران أو الجرافيتي شهد بداياته بنيويورك خلال السبعينات بأنفاق المترو، وبدأ بالانتشار لباقي أنحاء الولايات المتحدة عام 1983 من خلال الوثائقي ستايل وورز والوسائل الإعلامية اللي بدأت تضوي على هالفن. ومن أهم فناني الجرافيتي يلي نجحوا بإيصال هالفن لجمهور أوسع واشتهرت أعمالهم Days, Crash وفوتورا. بحسب شان كوركورين القيم على متحف الطباعة والتصوير، فوونغ نجح بجمع أهم الأعمال بمجموعة واحدة بحين ما كان حدا أخذ هالموضوع على محمل الجد. There's a tag collection on the wall over there that is compiled between 1970 and 1973. We call it Wicked Gary's tag collection because the writer who collected it, his name was Wicked Gary, and he was kind of Gary was like had enough foresight to carry around these cardboard square rectangles and have his friends that he met tag what they wrote. وبيضيف كوركورين انه الاهتمام المتزايد باعمال فناني الجرافيتي خصوصا الفنان البريطاني بانكسي هو دليل على الازدهار الكبير يلي عم يشهده هالفن واللي ما بينحصر ببلد او جنسيه معينه.
البيت للرعب. مساحة للخلق بيجتمع فيها الفنانين الشباب تحت سقف واحد. ماينس ون مش صالة عرض وإنما صالة تواصل بين مختلف الفنانين اللبنانيين. لهالمكان هوية ديناميكية خاصة بتتغير حسب هوية الفنانين يلي بيشغلوا. هو فرصة لكل صاحب رؤية إنه يعرض أعماله مهما اختلفت، من عالم الأزياء للتصوير الفوتوغرافي، الرقص، الرسم وغيرها من الفنون. هالفكرة بتخبرنا عنها نسرين فضول، كما رح يكون لنا لقاء مع فنانين مختلفين عم بيقدموا أعمالهم بهالمساحة. ماينس وان هو فضاء اجتماعي ثقافي وفني، ارتست يعني شباب اللي بدهم يعبروا عن نفسهم وعندهم رساله يعطوها فيهم من خلال ماينس وان يعطوها، يعني هي فضاء لكل الناس فيهم يعبروا عن نفسهم وفيهم يحكوا ودبيت عن اشياء يمكن ما كتير المجتمع بيتقبلها. هون كل شيء منتقبله، هون مثل ديمقراطية منتقبل كل شيء ومنحب كل الناس تحكي وتعبر عن نفسها. من خلال ماينس وان نفتح بواب كتير لهالفنانين وللناس أكيد اللي منا فنانين، يعني نستقبلهم فينا نقدم شورت كورسز يخلوا الناس تتثقف بطريقة مهضومة. هلا عادة الارتست بنلاقيهم حسب certain guidelines، بس ما بنحط كتير guidelines تما نكون مثل galleries ما بيخلوا هالفنانين يجاوبوا معهم، بيحطولهم مثل حيط وما بيخلوهم express their art مثل ما بدهم. بماينس وان بنجرب يكون الفن مش كتير غالي، تنقدر نوصل الفن لكل العالم لازم نعمله متوازن ويشبه العالم اللي عم تشتري، مش يكون كتير صعب تينفهم. وما بدي اقول انه بس نحنا ماينس وان بس للارت، لا، انه ميوزيك، فود، everything is ماينس وان. الانتيريور ديزاين هون بماينس وان انا عملته، بس عملته على فترة طويلة، يعني كل شيء بتشوفوه هون الكراسي الطاولات كل شيء كان بالمحل، يعني بس لقيت المحل وشفته لقيتهم للغراض هون وحبيت خليهم لانه بتعطي الطاقة الايجابية للمحل. محل كله مقسم لعدة اشياء صغيرة مثل محل للسكرينينجز وفي محل تاني للوركشوبس ومحل ثالث مثل مكتبة واحد فيه يجي يقرأ ويشتري كتب وفي محل كل الأغراض الفينتج ويوزد منبيعهم هونيك. أنا أحد مؤسسي أشكمان، أنا وخي توم محمد بنعمل راب عربي جرافيتي بالعربي وعندنا أول أون كلودينج لاين كمان بالعربي. حكيتني نسرين قالت لي في عنا we're opening محل جديد بأول الجميزي تعال شوفوا شو فينا نعمل collaboration مع بعض، وجيت شفته كتير حسيت المحل بيشبه أشكمان، إنه أول شيء underground تحت الأرض وديكور أو ثيم تبعه كله بيشبهنا نحنا، وهالمحل ما في كتير منه ببيروت، يعني إذا بدك anyway بيركز على الأرت على الفن على الموسيقى الأندرغراوند على كل شيء منه كوميرشل ما كتير في منه. جبنا بينتينج جديدة عملناها نينجا تيرتلز، حاطين كفية سريب paintings the street is ours الشارع قلنا. الفكرة من وراها انه كأشكمان منسيطر على الشارع بالفن تبعنا بالارت تبعنا بالسبراي كانز تبعولنا، واذا بدك من امن بالهيروز الشايلدهود هيروز تبعولنا، يعني من نينجا تيرتلز، جراندايزر، جونجر، ساسوكي، كابتن ماجد، هول بامن فيهم اكتر من القادة الحاليين بالبلد، بحس هول فيهم خلصونا اكتر من غيرهم. سو مشان هيك دائما بنحطهم بكل لوحاتنا اذا كانوا على الكانفاس او على الحيطان بالمدينه، بنحطهم وين ما كان لنقول للعالم انه امنوا فيهم اكثر من السي سي تبعولكم. اسمي
اسمي ياسمين فرح، خلقانة بالثمانين بفرنسا، كل حياتي كنت بين فرنسا ولبنان. الصور اللي عرضتهم اليوم بماينس وان هن سيلكشن من سيري اسمها بيروت سكين. بيروت سكين لأنه هولي حيطان بيروت عامل زوم إن عليهم. هلأ هو بروسيس أخذ وقت، إنه وقت تركت فرنسا ب 2009 وجيت على لبنان بالعجقة السير آيفون الصور صرت شوفهم من سيارة تصور على سنة سنتين وارجع انزل على الطريق ونقل حيط اللي عجبني واخد كاميرتي وصور صور هاي ريزولوشن يعني. وحسيت كتير انه في ليان انه مع قصتي ومع حياتي هالشغل اللي عطى الريزولت اللي عطى بيروت سكين، لانه كتير من شغل الجرافيك ديزاين اللي عملته قبل بيشبه هالكولاج. العالم اللي كانوا يشوفوا صوري يسالوني انه هيدا ميكس ميديا مثل ما كنت تعملي، اما جرافيك ديزاين اما مونتاج اما شيء. وفسرت لهم انه لون بس انه وين ما كان تحت بيتك، يعني هول الاشياء ما حدا بيشوفهم، بيشوفون بشعين، بيشوفوا الوسخ، بيشوفوا انه وانه لاحظت انه العالم تتفاجأ انه كيف شفت هالشغله وخليتها تصير حلوه. نتيجه هول الصور طلعت معي من بعد الشتاء، التقبيع، التخزيق، تشوف كذا كوش، انه كان في غير صور من تحتهم، بقى الميكس تبع كذا صوره فوق بعضها اللي عطت هيدا الريزلت اللي عجبني. انه اول شيء التخزيق، انا كنت وقتها انه بحياتي مخزقه شوي بين بيروت وباريس وتركت فرنسا وكانت صعبه ارجع اتعود على حياه لبنان. ومن بعد ما صورت كل هالصور وبلشت نقيهم فكرت انه كيف بدي اسميهم، بقى اسامي صاروا انه شوف دعايات بوسترز اللي عم بيصير ببيروت، وهيدا الكوتي نوستالجيك انه اللي بحب صوره من انا وصغيره، بصور كل شيء وخلي مثل ريبورتاج، انه خلي سوفينير انه بهالاول سنين جيت عشت رجعت عشت بلبنان، كي فتح هذا الكلوب، اما كان في هذا الروك باند مثل سلوتر هاوس اللي سميتها الصوره اللي اسود وابيض وراي، وهيك انه بلشت سميهم من شقف صور مبينين. بشتغل ارت دايركتور وستايلست وبكتب كمان كوبي رايتنج، وبحب اعمل اشياء. كنت دائما فتش على اشياء ما لاقيهم، بقى قررت بلش انا اعملهم شوي. صرت عم فتش على خشب تعمل كراسي كمان مش كتير غالي وحلوه تنحط يعني ببيت اما بمكتب لناس ما عندهم بيدجي كبير بدهم يصرفوا على الفرنتشر تبعيتهم، بس بدهم اشياء حلوه. الشغلة بالدعايات فادني كتير، لأنه كل شيء كنا نعمره low cost، يعني كنا نلاقي كل الماتيريالز يلي منا غالية. وكنت دايما نفكر أنه هول الأشياء فيهم يضلوا يعني إلهم عمر طويل، يعني الغراض التانية مش أحسن منهم. بقى قررنا نشتغل مع هدول المواد رخيصة إذا بدك، بس بيضلوا كتير حلوة، ونشتغلهم بطريقة يكون الديزاين تبعهم الأدد فاليو و ما يكون سعرهم عالي. اللي عرضه هلأ بماينس وان هو المخدات، في كمان برينتس، ديجيتال برينتس عملون، ولايت انستليشن عملها من اكس رايز، تصوير العظم. هي الفكرة اجتني لأنه شوي مهووس بالصحة، وكنت دايما أعمل صور. مثلا بس كسرت إجري صورتها كذا مرة، كان في ما صورها مرتين، كان في صورها بس مرة، بس عرفت أنه كل صورة بتزيد ريسك السرطان. الفكرة صارت براسي على هيدي الطريقة يلي منصحي حالنا، بس بذات الوقت منأذي جسمنا. هيدي ناحية واحدة من هيدي الشغلة. الناحية الثانية هي أنه كل شيء بالجسم بيلقط الراديشن بطريقة يعني بطريقة غير. العظم بيلقط راديشن أكتر من مثلا من اللحم، بقى منشان هيك بيبينوا العظمات كتير بيض والباقي بيبين أسود أكتر. بقى كمان هي دراسة على الجري سكيل بهيدول الصور.
الصور اللي عارضهم بيحكوا مع العقل الباطني، هن مثل كولاج، ديجيتال كولاج معمول من صورتين. في صورة ما بتبين قد التانية، بقى كل شخص بيطلع على الصورة بده يشوف هو يلي بده اياه. ماينس وان يلي عجبني فيه انه هو المحل بيركز على الفنانين قبل ما يكبروا كتير، بس يكون الارت تبعهم افوردبل. يعني ما بتعرف فيك تشتري شي اليوم من حدا وينشهر كتير شي نهار، مثل ما فيك تشتري قطعة كتير انت تحبها وما تفرق معك اذا الشخص مشهور ام لا، بس مهم انه يكون كل شي افوردبل. افوردبل doesn't mean it has to be ugly. بدنا نجرب نعمل اشياء حلوه ومش غالي. انا هون حلقتنا لليوم انتهت، بنلتقي الاسبوع المقبل بنفس الوقت على شاشه تلفزيون مستقبل.